مشاهدينا الكرام، بالعودة للحديث عن استمرار تهريب الدولار من العراق والحلول المطروحة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. حياكم الله دكتور قحطان. حياكم الله وحياك عزيزي. بداية، يعني موقع ميدل إيست آي البريطاني أكد أن ما لا يقل عن 70 مليون دولار تهرب يوميا من العراق، إلى أي مدى أثر ذلك على الاقتصاد العراقي؟ أثر كثيرا أخي العزيز، وهذا كحالة طبيعية بشكل عام بالاقتصاد، وحالة ملموسة من خلال ارتفاع غير طبيعي لسعر الدولار في العراق. ذلك فراغ الخزينة العراقية من المخزون المالي سواء المتداول أو سواء المخزون حقيقة، وبالتالي هذا يؤثر على طبيعة الاقتصاد في العراق ويزيد من أدوات الصراع لصالح إيران مقابل أمريكا، وهو كله يكون بالتأكيد على حساب الاقتصاد العراقي وسعر صرف الدينار. طيب، يعني دكتور قحطان، الولايات المتحدة فرضت قيودا على مصارف عراقية، فرضت قيودا على الحكومة على البنك المركزي، أدخلته في نظام سويفت، كل هذا من أجل السيطرة على الأموال التي تهرب. لكن الآن الطريقة التي يتم بها تهريب الأموال هي عن طريق البر، هل تستطيع الولايات المتحدة السيطرة على هذه الجزئية أيضا، أم أنها تارك الموضوع برغبتها؟ التهريب كإجراء أو كعمل لا قانوني لا يحد إلا عندما تقرر الحكومة حقا متابعة هذا الموضوع وغلقه وإنهائه. ولكن وضع العراق حقيقة لا يخفى على الجميع أن الحكومة هي صنيعة إيران طهران، وبالتالي لا يعول أبدا على أن الحكومة ستقوم بعملية الحد من التهريب. التهريب يقوم به أناس معينين عن طرق معينة، يمكن إمساك الحدود ينتهي الموضوع، ولكن الحكومة العراقية هي التي تسعى إلى التهريب حتى بالصيغة الرسمية عن طريق بغداد، عن طريق المطار، عن طريق الجهات اللاذقة. وبالتالي لا أعتقد أن هناك نتيجة لأي مسعى للحد من تهريب الدولار. طيب، يعني دكتور قحطان، الحكومة تلقي باللوم على الولايات المتحدة في أزمة الدولار، وفي المقابل أيضا هي فاقدة السيطرة على الدولار الذي يهرب إلى إيران وإلى دول أخرى. هل المشكلة في أنها مؤامرة أمريكية كما تصفها الأحزاب، أم أن الخلل في داخل هذه الحكومة هي التي سمحت بانهيار الاقتصاد العراقي؟ لا، بالتأكيد هذا الكلام، وإن كان فيه من الشيء الظاهري قد يبدو صح، الحقيقة خلاف ذلك تماما. هو أن عدم اهتمام الدولة فيما يلزم اتجاه عملتها واتجاه مخزونها المالي واتجاه الحالة القائمة مع أطراف الدول الأخرى المجاورة وفق قوانين تخص وتنفع العراق، وبالتالي الحقيقة الأمر هو الحكومة العراقية عانية ما تعني أن تعين إيران في صراعها مع أمريكا، وبالتالي الدولار يذهب إلى إيران، وحتى عملية بيع أو شراء الغاز بالدينار العراقي يعود ثانية ثم يحول إلى دولار. دكتور، هل حقا هناك صراع أمريكي إيراني؟ يعني يتساءل كثيرون، يقولون لماذا الآن بالتحديد الولايات المتحدة بدأت بإخضاع العراق وإدراجه ضمن نظام سويفت، ضيقت على المصارف، قالت بأن هناك تهريب، 20 عاما وأموال العراق من العملة الصعبة تهرب إلى الخارج، هل الآن اكتشفت أمريكا أن إيران مستفيدة أو أن الحكومات المتعاقبة تهرب العملة إلى خارج العراق؟ لا، أمريكا تعرف جيدا ما علاقة إيران ببغداد وعلاقة الحكومة العراقية في بغداد، ولكن عندما كانت إيران في مساعيها فقط لابتلاع العراق، لابتلاع العراق، لا ضير عز أمريكا نهائيا أن تبتلع العراق وتبلع المنطقة كلها، لا ضير. ولكن عندما يصبح هناك خلاف أو هناك دعم إيراني يؤثر على الترتيب الدولي، دعم إيران للصين ولروسيا، قوى الصين وروسيا أمام أمريكا كما في سوريا وكما في الصين، وبالتالي أصبحت إيران طرف أساسي داعم لقوة تنافس أمريكا على الهرمية الدولية. من هنا بدأ القلق، وأنا أقول صراحة لا إيران متقاطعة مع الكيان الصهيوني ولا متقاطعة مع أمريكا، ولكن الآن إيران أصبحت جزء من الثورة أو الترتيبة الروسية الصينية، وذلك أثرت على هرمية دولية وعادت من الأمور إلى ما يسمى بالاحتواء والاحتواء المقابل للأطراف الصغيرة، أي أن أمريكا تحتوي أطراف التعاون روسية وروسيا تحتوي أطراف التعاون
أمريكا، وبالتالي هذا الصراع. الآن أمريكا أدركت يجب أن تحجم إيران في العراق، وتحجيم إيران في العراق لا يتم حقيقة إلا عن طريق الدولار وإنهاء هذا الداخل. طيب بالحديث عن العقوبات، وزير الخارجية الروسي زار اليوم بغداد وطالب بإعفاء علاقات موسكو وبغداد من العقوبات الغربية. هل تعتقد بأن إيران تستغل وتستثمر تبعية من يحكمون العراق لها وتلاعبها بهم بأنها تريد الآن أن تجر روسيا لتضع قدما لها في العراق؟ بالضبط، هذا هو في خد روسيا وفي خد إيران. روسيا تتمنى أن تكون أكثر أطراف إقليمية لصالحها، ولأن روسيا تدرك حجم تأثير إيران في العراق وفي توجه الحكومة العراقية، جاءت لكي تستميل العراق بطريقة الإغراء أو حتى غير الإغراء عكس ذلك، حتى تستميل العراق إلى صالح إيران وإلى صالح روسيا. ولكن حقيقة الواقع الحكومة العراقية غير قادرة أن تتخذ قرار لا باتجاه أمريكا ولا باتجاه إيران، لأنها لا تقوى أن تجاب هؤلاء، لأنها أساسا هي صنيعة الطرفين. بالقوة العسكرية الإرادة الدولية صنعتها الحكومة، والعقائدية مرتبطة بإيران. فالحكومة العراقية بين هذا وذاك، واعتقد أن وزير خارجية روسية لكي يستميل العراق، ولكن لا أعتقد أنها تنجح زيارته. طيب هل الولايات المتحدة ستترك العراق ليذهب إلى أحضان روسيا بعد أن كان ولا يزال في الحضن الإيراني؟ نعم، كان في الحضن الإيراني كما تفضلت برغبتها، إلى أن أخطأت إيران بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، لكن الآن بدأت روسيا بالتودد للحكومة الموجودة، التودد لإيران من أجل أن تتواجد بشكل أقوى. ما الموقف الأمريكي الذي سيحدث الآن برأيك؟ حقيقة التطورات التي حصلت في موضوع أوكرانيا ودخول أطراف دولية كبيرة على الخط المواجهة العسكرية، وتنذر بأن تتسع دائرة الصراع في تلك المنطقة، الآن بدأ اللعب على المكشوف، إنجاز أن أقول ذلك أمام المشاهدين. وبالتالي نعتقد أن أمريكا روسيا ستسعى بهذا الاتجاه، ولكن أمريكا تملك أوراق ضغطة كبيرة، ولعل الترتيب الدولية في العراق التي كانت أمريكا هي إدارتها لها الحق نسبيا أو الفرصة الأوسع أن تتحكم بالشأن العراقي. وأعتقد ستبقى أمريكا باستغلال الدولار والضغط على إيران، وأعتقد أن الوضع في إيران كنظام بلالي باتت أيامه قريبة ومعدودة. طيب اقتصاديا دكتور قحطان، الآن العراق يهرب الدولار الذي لديه إلى إيران، يذهب إلى لبنان، يذهب إلى سوريا، يصل حتى إلى اليمن، والآن بدأ يصل إلى روسيا. ما الذي بقي من الاقتصاد العراقي؟ هل لديه القدرة على التحمل كل هذا الاستنزاف؟ تأكيد لا، لذلك رأينا الوضع الداخلي بدأ يسوء، والقدرة المالية بدأت تسوء للدول العراقية. واعتقد إذا ما زادت الضغوطات الأمريكية على العراق ستزيد حالة المأساة العراقية. واعتقد أن جانب الانهيار المالي قد يبدو قريبا، ولكن أنا أعتقد أن التصعيد في هذا الوضع رغم مآسي على الشعب العراقي هو السبيل الذي قد يبدو أقرب أن تعتمد أمريكا وتصعد الموقف من أجل مزيد من الضغط على حكومة بغداد وعلى حكومة إيران. تابعنا مؤخرا زيارات أجراها السوداني، ذهب إلى فرنسا، ذهب إلى ألمانيا، كان من المقرر أيضا أن يزور واشنطن، لكن في المقابل أيضا نرى بأن وزير الخارجية الروسي جاء إلى العراق. لأي كفة تميل هذه الحكومة؟ لطرف من ستتوجه؟ هل سيستطيعون التخلي عن أمريكا من أجل البقاء ضمن المحور الإيراني الروسي؟ كلمة واحدة بحق هذه الحكومة، أنها هي في وضع مأساوي جدا، لا يمكن لها أن تتخذ قرار نهائيا. ولكن أي القوى تبدو أكثر فاعلية في الشأن العراقي هي التي يستطيع أن تستميل الحكومة العراقية. أنا أعتقد أن الأمور في العراق تذهب باتجاه تصعيد خلافات داخلية كثيرة لأجل تزيد أكثر ضعف القوة الرسمية العراقية، مع زيادة الضغوط المالية تجعل الحكومة العراقية غير قادرة تماما أن تذهب بعيد عن أمريكا، ليس حبا بأمريكا، ولكن قدرات المالية الأمريكية، قدرات القانونية الدولية الأمريكية، الأمم المتحدة الأمريكية. وبالتالي أعتقد
امريكا تاخذ الحاله لصالحها في مستقبلها. الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.